السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في دروسنا، دروس النحو. ودرسنا اليوم هو الدرس 35، وقد انتهينا بفضل الله من الحديث عن منصوبات الاسم. واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم ونتحدث عن الاسم المجرور. طبعا الاسم المعرب يعني الذي يتغير آخره، إما أن يتغير آخره إلى الرفع أو إلى النصب أو إلى الجر، فله ثلاثة أحوال من أحوال الإعراب. انتهينا من الرفع وعرفنا أن الاسم يكون مرفوعا في مواضع، وهذه المواضع ستة: إذا كان فاعلا أو نائب فاعل، هكذا إذا كان فاعلا أو نائب فاعل أو مبتدأ أو خبرا أو اسما لكان وأخواتها أو خبرا لن وأخواتها. والمنصوبات 11. المجرورات: الاسم يجر في موضعين. الموضع الأول المجرور بالحرف أو المجرور بحروف الجر، الموضع الثاني هو المجرور بالإضافة الذي نسميه المضاف إليه. اليوم طبعا هذا الحديث هنا عن مواضع الجر، يعني متى يكون الاسم مجرورا؟ يكون مجرورا إذا كان قبله حرف جر أو إذا كان مضافا إليه. طيب ما علامة الجر؟ يعني الاسم يكون مجرورا، نعم، وعلامة جره الكسرة، هذا الأصل، علامة جره الكسرة، أو يكون مجرورا وعلامة جره الياء أو الفتحة. الفتحة يكون مجرورا وعلامة جره الفتحة، نعم، يأتي هذا وسندرسه إن شاء الله تعالى. يعني مثلا من، مثلا نقول من المسجد، مجرور علامة جر الكسرة، خرجت من المسجد. الياء مثلا قال الله تعالى وإذ أخذنا من النبيين، نبي نبيون نبيين، هنا هذه علامة الجر. الفتحة مثلا من مكة، ولا من مكة، من مكة، تجد هذا في قول الله تعالى وإذ أخذنا من النبيين، هذه الياء، ميثاقهم، ومنك، ومن نوح الكسرة، وإبراهيم الفتحة. وأنت في صلاتك تقول اللهم صل على محمد، هذا الكسرة، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، فإبراهيم مجرور بالفتحة. على كل حال هذه مواضع الجر: المجرور بالحرف، والثاني المجرور بالإضافة. حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى هو عن النوع الأول من المجرورات، وهو المجرور بحرف الجر أو بحروف الجر.
طيب ما هو الاسم المجرور بحروف الجر؟ هذا اسم وهذا الاسم. طبعا لأن حروف الجر كما سيأتي لا يكون بعدها إلا اسم فقط، لا يمكن أن يكون بعدها فعل أو حرف، هو اسم، طبعا اسم مجرور يقع بعد أحد حروف الجر. طيب ما حروف الجر؟ سنذكر لك هنا من حروف الجر، سنذكر 12 حرفا، وهي من، إلى، عن، على. من، إلى، عن، على، رب، رب، الواو، نعم، من، إلى، عن، على، في، عفوا، من، إلى، عن، على، في، ورب، والكاف، واللام. وعندنا حروف القسم، هذه واو القسم، وباء القسم، وتاء القسم. نعم، وأيضا عندنا في هنا الباء، عندنا الباء هنا وعندنا الباء هنا حرف قسم. طيب خذ أمثلة، فنقول مثلا من، نقول مثلا سافرت من الرياض إلى المدينة عن، فنقول مثلا اسأل عن الكتاب على، تقول مثلا قوله تعالى الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى، في تقول أنا في الغرفة، رب تقول رب صديق خير من شقيق، يعني قد يكون أحيانا الصديق أفضل من الأخ. رب الباء تقول أكتب بي بالقلم، الكاف تقول العلم ك كالنور يعني مثل النور، اللام فتقول الحمد لله، واو القسم مثل أن تقول والله، باء القسم أن تقول بالله، تاء القسم أن تقول تالله. هكذا ترى حروف الجر من الرياض إلى المدينة
الكتاب، العرش، الغرفة، صديق. أكتب بالقلم كالنور لله هنا، والله، بالله، تالله. طيب في الإعراب كيف نعرب هنا؟ سنقول مثلا في أي كلمة هنا جاءت بعد حرف من حروف الجر، نقول هذا اسم مجرور وعلامة جره هنا ايش؟ الكسرة. نعم، وهكذا. وطبعا حروف الجر يعني لا تكاد أو لا يكاد يخلو الكلام من حروف الجر، فستجدها معك دائما. وانتبه، يعني أحيانا يأتي عندك حرف جر مثل من أو على ويكون بعده فتحة، هذا الفتحة تأتي في نوع من الأسماء، هذه الأسماء تسمى بالممنوع من الصرف، ولعلنا ندرسه فيما بعد إن شاء الله تعالى. أيضا قد تكون علامة الجر هي الياء، مثل النبيين، النبيون، إلى المسلمين، من المؤمنين، ياء من المؤمنين، ها، من المؤمنين رجال. فهذا هو حديثنا اليوم عن حروف الجر، وأرجو أن يكون إن شاء الله الكلام واضحا، ونتبعه إن شاء الله بالكلام على الإضافة المضاف إليه، ويبقى عندنا دروس التوابع، وننتهي إن شاء الله قريبا من شرح كتابنا، كتاب الدروس النحوية الجزء الأول، وهو كتاب يعني أراه مهما لكل مبتدئ في النحو، فهذه بداية مهمة يحتاجها، ولا وأراه لا يستغني عنها. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى على كل شيء قريب، وهو السميع القريب المجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جر الاسم. ويجر الاسم في موضعين، الأول المجرور بالحرف، الأول إذا وقع بعد حرف من هذه الحروف، من، إلى، عن، على، في، رب، الباء، الكاف، اللام، واو القسم، تاء القسم، نحو سافر محمود من القاهرة إلى الإسكندرية في يوم. وهذه الحروف تسمى حروف الجر. سبق لنا أن رفع الاسم يكون في 6 مواضع، وأن نصبه يكون في 11 موضعا، وأما جره فيكون في 2 موضع فقط، الأول إذا وقع الاسم بعد حرف من هذه الحروف المسمات بحروف الجر، وهي من، نحو سافر محمود من القاهرة ونزل المطر من السماء. الثاني إلى، نحو وصل المسافر إلى الإسكندرية وسار إلى البحر. وصل المسافر إلى الإسكندرية وسار إلى البحر. الثالث عن، نحو عن المرء، عن المرء لا تسأل، وسل عن قرينه. على، نحو الجود على المحتاج أحسن من الدر على التاج. 5 في، نحو تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. رب، السادس رب، نحو رب حال أفصح من مقال، ورب صديق خير من شقيق. 7 الباء، نحو العمل بالقلم أنفذ من العمل بالسيف. 8 الكاف، نحو العلم كالنور والجهل كالظلمة. 9 اللام، نحو الفضل للمتقدم والكبرياء لله. 10 واو القسم، نحو والله ما صنعت. والعصر إن الإنسان لفي خسر. 11 تاء القسم، نحو تالله لا يذهب المعروف وتالله لا يرتفع الباطل.